parmi les deux tuveries qui existent en Afrique. C'est la RAI, parce qu'elle travaille avec HFA, la chef de Bigo. هذه سيكون مثلا صوت الديكراساج دي بوش زيارة جات للوقوف على وضعية هذا المركب اللي هو كما تعلمون جميعا كان أحد ستيل لاند فلورون يعني أحد زهرات الاقتصاد الوطني وبفعل انعدام الرؤية وضبابية الرؤية وتغيير في الاستراتيجيات على مدى السنوات الماضية خاصة استراتيجية الشراكة مع جانب مع طرف أجنبي التي لم تؤدي إلى النتائج التي كانت مرجوة يعني أدت هذه التراكمات إلى وضعية يعني وضعية التي نشاهدها الآن واليوم على مستوى هذا المركب الذي كنا نتمنى تكون أحسن ولكن الآن يعني بتغير الحوكمة ونظام التسيير التي في الحقيقة كانت هي أساساً هي التي كانت وراء هذا التراجع لمردودية هذا المركب وبالتالي بفضل التوجيهات اللي يعطيها السيد الوزير على مستوى المركزي يعني نشاهد بأن هناك تطور في الحوكمة تطور في نظام تسيير هذا المركب والتركيز على الأجزاء الأساسية من لي كور دو ميتيه يعني لمركب الحجار والقيام يعني بكل المجهودات من اجل استرجاع بريق هذا المركب ولو جزئيا بالنسبه لبعض المنتوجات فهذا المركب يعني لم يكن ضحيه سوق غير موجود او يعني طلبيات غير موجوده ولكن كان ضحيه كما قلت يعني ضحيه خلل في التسيير ونظام حوكمة غير لم يكن على الدرجة التي تمكن هذا المركب من منافسة المصانع الأخرى التي يعني تعمل في نفس المنتوجات. الآن نتمنى إن شاء الله أن هذا المركب يعني يأخذ العمال تاعه بزمام الأمور والدولة إن شاء الله سوف ترافقه بالإمكانيات المتاحة لأنه لو نذكر يعني بالمجهودات التي قامت بها الدولة من أجل مرافقة هذا المركب فهي مجهودات يعني لن تقدمها دولة أخرى ولكن بما يمثله هذا المركب من يعني من وزن عاطفي بالنسبة للجزائريين فهو يعني كان أول مركب مهيكل في الوطن وأول مركب في وقته في إفريقيا يعني ارتأت الدولة في عديد من المرات مرافقته وتم يعني العمل على عدم تحطيم هذه الأداة الإنتاجية ونتمنى إن شاء الله بفضل الحوكمة الجديدة أن تمضون يعني في رفع هذا التحدي كما قلت على الأقل بالنسبة لمنتوجين أو ثلاث منتوجات وربما تكون هناك دراسة من أجل أن نستعمل هذا المركب لإنتاج يعني سكة الحديد إن كان هناك إمكانية فسيد الوزير يعني طرح هذا الاقتراح ونقوم بدراسته من أجل تفعيل هذا المركب ولكن أكرر الفارق تصنعه الحوكمة الفارق تصنعه التسيير الفارق يصنعه العمال بمجهوداتهم وبإخلاصهم وبوطنيتهم فهذا هو الذي سوف يصنع الفارق وليست الأموال فالأموال هي مرافق ولكن يجب استغلالها كما يجب الحال فالآن لدينا عدة تحديات على المستوى الوطني وبالتالي فنرجو من الجميع يعني أن يكون على أعلى درجة من الوعي بالنسبة للتحديات الموجودة وأن يرفعوا هذه التحديات على مستوى هذا المصنع وشكرا لكم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.